آینده در 28مین دوره مسابقات بین المللی هستیم. برادر عزیز و ارجمندم جناب فاتح قلیچ اوغلو از کشور ترکیه و انشالله تا لحظات دیگر تلاوت خواهند کرد صفحه 426 از قرآن کریم، سوره مبارکه احزاب، آیات 57 الی 62. لحظات ونفتح نوافذ قلوبنا لتلاوة القارئ المشارك من تركيا فاتح قليچ أوغلو، والذي سيتلو من الصفحة 26 بعد 400 من سورة الأحزاب بدءا من الآية 57 وانتهاءا بالآية 62، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين رحيمًا.
لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله ربنا الأعلى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله.